معنى الآية قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. تتناول سورة المؤمنون الحديث عن أصول الدين فيما يتعلق بالرسالة والبعث والتوحيد، وقد اشتملت السورة الكريمة على بعض الآيات عن عاقبة الأشقياء في الآخرة وتعذيبهم في النار. يقول تعالى في سورة المؤمنين بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلموني. ويبحث الكثيرون عن معنى آية قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. إن معنى آية قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين أنها تدل على اعتراف الأشقياء من أهل النار بأن ما وقعوا فيه من شقاء قد غلب عليهم بما سبق من علم الله وبما خطه تعالى في أم الكتاب لهم وكتبه عليهم. وورد عن مجاهد رحمه الله قوله في هذه الآية: غلبت علينا شقوتنا، أي التي كتبت علينا. وفسر بعض المفسرين الآية بأنها عاقبة السوء التي علم الله تعالى أنها ستكون من نصيب أولئك الأشقياء وأنهم يستحقونها بسبب أعمالهم السيئة، ونسب هذا القول للجمهور من المعتزلة. وأما الأشاعرة فقد ورد عنهم قولهم أن المراد بذلك ما كتبه تعالى عليهم منذ الأزل بسبب كفرهم ومعاصيهم. وتمثل الآية اعترافا صريحا من أشقياء أهل النار والعياذ بالله بالحجة التي أقامها الله تعالى عليهم، وكأنهم أرادوا قول ربنا غلب علينا أمر مصدره ذواتنا وكنا نحن لهذا السبب قوما ضالين عن سبيل الحق ومكذبين بآيات الله تعالى. وبمعنى آخر، غلب علينا ما كتبته علينا من الشقاء لأننا كنا في علمك قوما ضالين، فقد غلب ما علمته وكتبته سبحانك علينا، وكان سببا في ضلالنا وهلاكنا، فما صدر عنهم من تكذيب غلب عليهم فكتبه الله لعلمه به، وقد علم تعالى ما في أنفسهم من سوء استعداد سيؤدي بالضرورة إلى سوء الاختيار. وعلم الله تعالى بما تحقق في وقته كان تابعا للشيء المعلوم، وهذا ما أكده اعترافهم في قوله تعالى نيابة عنهم. وقد اختلف القراء في قراءة هذه الآية على أكثر من وجه، حيث قرأها معظم أهل الكوفة شقاوتنا بفتح حرف الشين وبالألف، وقرأها معظم أهل البصرة والمدينة والبعض من أهل الكوفة شقوتنا بكسر الشين من دون ألف. والصحيح أن القراءتين صحيحتين، وقد قرأ مشاهير القراء بالقراءتين وللقراءتين نفس المعنى، لذلك لا حرج على المسلم في أن يقرأ بأي منهما وبأي آية قرأ فهو مصيب.